بالمناسبة طبعا هنا أنا ذكرت the pressure drop is less compared to a circular duct. هاي النقطة ترى هي سبب أنه أنا قلت غلط، ترى مو لأن أنه هو الضغط ثابت، لا الضغط هو مالته ثابت. إيه صح احنا متفقين على هذا الشيء، بس ترى أكو فرق ما بين هبوط الضغط وما بين الضغط. الضغط شنو؟ الضغط عندك ثابت ما بين هاي وهاي، هو ثابتات هنا أنه أنت عندك تقدر تتلاعب بالطول والعرض اللي موجود حتى تساوي هذا الضغط ويا هذا الضغط اللي موجود، بس عندك اكو هبوط الضغط دي يقول لك للشكل المستطيل او المربع هو يعتبر اقل من الشكل الدائري. هاي النقطه غلط، ليش؟ لان الشكل الدائري هو هبوط الضغط مالته اقل من الشكل المربع او المستطيل. زين شنو السبب بهذا الشيء؟ هو اولا منين يجي هبوط الضغط؟ هبوط الضغط يجي من سالفه الخسائر، انه انت عندك ذني اللي موجودات بالزوايا اللي موجودات هاي السبب لك خسائر، وعلى امتدادها تكون تصير لك خسائر من ينعقف، من يكون ينضرب، من يسوي، هذني كلهم خسائر. فهنا انت هاي الخسائر تسبب لك هبوط بالضغط، فالقيمه مالتك قاعده تكبر، بينما هنا لا، هنا انت اصلا هو جاي بشكل انسيابي، فهنا شدي يصير عندك انه هنا هبوط الضغط مالته يصير اقل مما بهذا الشكل. فهذا السبب انه هاي النقطه هي غلط. خاف اكون ما نوهت لها بالفيديو القبله.